السلوى السعداوي المحامية. تحليل على المؤتمر خاصة بعد بعض المناشات المختلفات على بعض المؤسسات التي توجهت إلى هو طبعا مؤتمر ناجح، فكشف الكل القليلة المندسة لما لقوا نفسهم ملهمش طبعا حجة قوية انسحبوا كما رأينا وخرجوا طبعا. وإحنا لن نسمح لهذه الكلة الغاشمة إنها تهدم نقابة المحامين. زي هي طبعا طلباتهم ملهمش طلبات، هم معترضين على زيادة 200 جنيه. طبعا النقيب سامح عاشور قرارات الجمعية العمومية كانت كالآتي: زيادة معاش الدفعة الواحدة بقى الحد الأدنى 25,000 والحد الأقصى 100,000، المعاش الحد الأدنى 500 جنيه والأقصى 1,600 جنيه، سقف العلاج علا بقى 20,000 جنيه. كل ده احنا طبعا المعاشات والكلام ده كله بيجي من موارد النقابة. فترة الثورة احنا اكتر فئة تضررنا بالفعل، فما اشتغلناش كما من قبل او كما يجب، فطبعا قلت الموارد اللي داخل النقابة بالرغم من المصروفات كما هي بل تزداد على العلاج. فاضطر النقيب سامح عاشور ومجلس النقابة لزيادة مبلغ ال 200 جنيه اللي هو الاشتراك، اللي هو سنويا يعني في اليوم اقل من جنيه واحد. طبعا فئة قليلة اعترضت على ذلك وقعدت تلف المحافظات عشان تجمع توقيعات لسحب الثقة وتصرف ألوفات عشان مش قادرة، بتقول ما اقدرش ادفع 200 جنيه. محامي مين اللي ما يقدرش يوفر في السنة كلها 200 جنيه يدفعهم اشتراكات؟ وبعدين دي كلها انجاز اللي حصل ده، اللي عملوا القرارات اللي تمت دي انجاز. كان المحامي اللي بيتوفى يعني ايد في النقابه سنه او اتنين كان اللي السنه بيتاخد عليها 10 جنيه، يعني كان لا قدر الله في حاله الوفاه او العجز ما بيلاقيش معاش. دلوقتي بقى الحد الادنى 500 جنيه، ياخد 500 جنيه ومعاش الدفعه الواحده ال 25، ده الحد الادنى ده لو سجل وما عادش غير في النقابه وبقاله سنه. طب كل ده المعاش الدفعه الواحده والمعاشات والعلاج بيندفع منين؟ ما احنا مش قطاع عام، ده احنا نقابة، من خلال الموارد، من خلال اشتراكاتنا اللي احنا بنأديها. فطبعا احنا عشان النقابة ما تقعش عشان كده زاد الاشتراك ده اللي تم. فطبيعي هي مجرد ناس اصحاب اجندات خاصة، تصفية حسابات قديمة، زي ما احنا بنشوف في مصر كلها بيحاولوا يهدموا مؤسسات الدولة بالكامل، فزيها كده عايزين يهدموا نقابة المحامين. لكن ستبقى نقابة المحامين الصرح العظيم قائمة شامخة في ظل نقيبها معالي النقيب سامح عاشور، لأن الرجل ده عمل إنجازات عظيمة جدا وعلى رأسها الدستور، لأنه كان رئيس لجنة الحوار في الدستور، واحنا يعني سعداء ان احنا شاركنا في الدستور بواسطه معالي النقيب سامح عاشور، وبدعو من خلال الاعلام جموع المحامين الشرفاء وهم كثيرون الا القله القليله هذه، ان احنا نقف كلنا يد واحده ضد المحاولات الغاشمه للايقاع بنقابه المحامين، وسيسجل التاريخ وقفتنا هذه لحمايه نقابه المحامين وبالتالي حماية شعب مصر وحماية مصر. ما هي القرار أهم القرارات هي القرارات الثلاثة: زيادة المعاش بقى 1,600 جنيه الحد الأقصى، معاش الدفعة الواحدة لأقره، دي كلها إنجازات. المواد اللي عملها في الدستور لصالح المحامين، يعني اللي عمله كله إنجاز، قراراته كلها لصالح المحامين. ما هي حجج واهية، بيعترضوا ان في زيادة 200 جنيه في السنة، اشتراك زاد بقى 200 جنيه في السنة، ودي معضلة على المحامي، يعني المحامي مش هيقدر يوفر 200 جنيه في السنة. فطبعا القلة القليلة اللي مش قادرة توفر ال 200 جنيه او اللي هي بتدعي ده، طبعا دي كلها اصحاب اجندات خاصة وهم عارفين نفسهم، فيا اما بندعي ربنا يا اما ان ربنا يهديهم ويرجعوا لصوابهم، أو يذهبوا للجحيم بقى ويمتهنوا مهنة أخرى خلاف المهنة العظيمة اللي هي مهنة المحاماة. لكن ما فيش محامي هنبلغ الضرائب، يعني ما فيش محامي مش قادر يوفر 200 جنيه، ده أقل حاجة، أقل صحة التوقيع 500 جنيه. يعني أي محامي اللي ما يقدرش يوفر 200 جنيه يبقى ملوش، ما يطلبش موارد، ما يطلبش حاجة من النقاب، يبقى ما يطلبش موارد معاشات من النقاب. ما إذا كنت أنت ما بتدخلش دخل للنقابة يبقى عايز إيه؟
بتعترض على ايه؟ على اقل من جنيه في اليوم؟ كلها حجج واهيه، ده اللي انا شايفاها. ايه بوصلها؟ يعني بقول يا رب يحفظ مصر وشعب مصر، وكلنا لازم نتحد ونبقى ايد واحدة عشان خاطر مصر، وننسى المطالب الفئوية وننسى الكلام ده كله. احنا اكثر فئة تضررنا ومع ذلك ما طلبناش باي مطلب فئوي، ودايما هنقف، وكنا من اوائل الناس اللي وقفنا في ثورة 30/6، وبنقول يا رب يوفق مصر ويوفق الفريق السيسي. بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفى البحطيطي، وكيل نقابة الشرعية. احنا كنا حاضرين النهاردة المؤتمر اللي عقده الأستاذ سامي عاشور في مقر النقابة العامة علشان يقول بعض الإنجازات اللي تمت في الفترة اللي فاتت، وعلشان برضو يوضحد الأصوات اللي تم اللي بتنادي دلوقتي بسحب الثقة من المجلس الموجود والنقيب والأعضاء الموجودين من النقابة العامة. لكن احنا بنقول ان هو النقيب حدد يوم 27/6 لموضوع انعقاد الجمعية العمومية لسحب الثقة او تأكيدها مرة تانية. الفترة اللي فاتت دي فترة كان فيها المحامين حصل لهم شيء من عدم الاكتراث بما حصل من الثورة اللي تمت في 25 يناير و 30 يونيو، لكن الفترة اللي جاية ان شاء الله يظهر وضع جيد للمحامين. لكن بكل الاحوال المحامين بيظلوا هم اصحاب الكلمة العليا في البلاد، وهم الرأي المفوض. واحنا عندنا في نقابة الشرعية يعني يكفي ان احنا نقول ان احنا في نقابة الشرعية العلاج بيصل الى دعم 90% للمحامي، يعني المحامي بيشيل 10% فقط من الدعم المخصص، هو بيدفع 10% بس، النقابة بتشيل عنه 90% من العلاج بتاعه. فده يعني خدمات كتيرة خالص، بالإضافة إلى الأنشطة الاجتماعية والحج والعمرة وبعض الأنشطة الأخرى. لكن احنا في في في, في أي حال من الأحوال بنقول إن المؤتمر اللي تم النهاردة دون علشان تحديد ميعاد اللي هو الانعقاد الجمعية العمومية لسحب أو تأكيد الثقة من النقيب والأعضاء بتوع الجمعية العمومية. أقل قليلة خالص، هم حوالي 5 أو 6 أعضاء كانوا موجودين مش موافقين على البرنامج بتاع النقيب، ولا موافقين على النقابة، ولا بيوافقوا على أي برامج أخرى. هم شكلهم العادي والأمر العادي بتاعهم هو الاعتراض فقط لا غير، يعني اعتراض على أي حال من الأحوال مش أكتر من كده. احنا عايزين نقول إن نقابة المحامين هي الوجه المشرف والواجهة المشرفة للثقافة في البلد، فعلشان احنا نستمر ونبقى كويسين واجب علينا إن احنا نحترم أنفسنا ونحترم العامة ونحترم النقيب بتاعنا ومجلس النقابة. وإذا في طرق قانونية لسحب الثقة يبقى تتخذ بالطرق المحترمة القانونية. لكن علشان السب والقذف وكلام من ده أنا طبعا ما بعيدش هذا الحديث، وإحنا بنقول إن الأستاذ سامي عاشور ده راجل محترم جدا وراجل كويس خالص وشخصية عامة محترمة تستحق التقدير. وإحنا عندنا في نقابة الشرعية الأستاذ عاكف ومجلس نقابة الشرعية حاجة محترمة خالص، ويعني بنقول برضو للمحامين إذا كانت الفترة اللي فاتت دي فترة يعني حصل فيها بعض الشيء بالنسبة للمحامين من عدم تنفيذ أحكام أو خلافه، لكن الفترة اللي جاية إن شاء الله ستشهد نقابة المحامين نهضة قوية ومحترمة تليق بالمحامين وبالمحامين.